أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. قال من المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في آذانهم أغلالا وهي إلا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية أهل مرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما إلينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من يسلككم أجرا واهتدون. وما لي على عبد الذي فتني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بمعوفي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من سماء وما كنا منزلين. إن قال
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لا قالوا به يستهزئون ألم يرهكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنتم جميعا لدينا محذرون وآياتهم والأرض رأيتته وأحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها ليأكل من ثمره وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا يصابك النهار وكل في فلك وآيات لهم والنعم لنا ذرياتهم في الفلك المشحون وحلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أطعموا من لو يشاء والله أطعم إن أنتم إلا بزلال مبين ويأكلون متى هذا العقد إن كنتم صادقين ما ينتظرون صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لما في جوهم فاكهون وأزواج في زرار على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهات ولهم سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد لكم إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عابدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أزدى منكم جميلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما أطعتوا مدين ولا يرجعون ومن نعمل النقيس في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي لإنه إلا ذكرنا قرآن مبين لينذر من كان يقع قوله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولا هم فيها منافع وشاربون أفلا يشكرون واتخذوا من دونه الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وزربنا نضربنا مصرا ونسي الحلق قال من يحيى الإنام وهي الرميم قل يحيى الذي أنشا أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.